الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من تدبر القرآن ثبت له إعجازه وأطاع حكمه. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثير منكم أيها الإخوة المؤمنون يسمع أو ربما يعلم أن القرآن معجز، وأعود فأنبه ما معنى الإعجاز. الإعجاز أن يأتي النبي بأمر يعجز عنه البشر ليثبت لهم أنه مرسل من عند رب البشر، وهو الذي يؤيده بهذا الأمر الذي أعجزهم. وذكرت سابقا أو تعلمون هذا، أن كل نبي له معجزات، والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم معجزاتهم حسية، مثل سيدنا عيسى إحياء الموتى، شفاء المرضى، سيدنا موسى العصا تنقلب ثعبان وتبتلع كل شيء ثم تعود كما كانت، ورسولنا صلى الله عليه وسلم له أيضا معجزات حسية كثيرة رآها الناس ونقلوها بالتواتر. أشار القرآن إلى واحدة منها: اقتربت الساعة وانشق القمر. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى القمر فانشق فلقين، فلقة في الشرق وفلقة في الغرب. هل يستطيع أن يفعل هذا إنسان؟ لا يمكن. وقد رأى أهل الصين ذلك، وجدوا في الصين كتابة مكتوب عليها: بني هذا الصرح العظيم في العام الذي حصل فيه حدث سماوي عجيب، وهو انشقاق القمر إلى قسمين. وحرر التاريخ، التاريخ الموجود على هذه الكتابة، وتاريخ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدها موافقة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المعجزة رآها أهل الصين وثبتت، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وحن الجزع إليه، كان يخطب على جزع في المدينة المنورة، ثم بني وصنع له المنبر من خشب، ووقف على المنبر مكان مرتفع، وترك الجزع الذي كان يستند إليه، فأصبح الجزع يحن ويئن كحنين وأنين الطفل الصغير، ويسمعه كل من في المسجد. خبر متواتر، ما هو واحد خيله أو كذا، لا، كلهم. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم واكتنفه فسكن. الشجرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي، فجاءت تخد الأرض، طلعت عروقها يعني شروشها من الأرض وجاءت إليه، ثم أمرها أن تعود إلى مكانها، ورآه أيضا جمع الغفير. فمعجزاته الحسية كثيرة، ولكن أعظم معجزة، وهي المعجزة الأساسية، هي القرآن. القرآن معجز بلفظه ومعناه. الألفاظ التي جاءت في القرآن يعجز البشر أن يأتي بمثلها، فهل يمكن أن يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم من عنده ويؤلفها وهو عامي؟ لو كان هو الذي يفعلها كان هناك كثيرون يستطيعون أن يفعلوا مثله. وأيضا القرآن معجز بمعناه، يعني المعاني التي يتحدث عنها القرآن لا يمكن أن يعلم بها بشر. عندما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن خلق الإنسان، وهذا الكلام أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا، ثم يأتي العلم بعد 15 قرن، فيرى العلماء التجريبيون أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين وتكونه من نطفة ثم علقة ثم مضغة، فكسونا المضغة فجعلنا أصبحت المضغة عظام، مضغة يعني قطعة لحم في الرحم، فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر نفخ فيه الروح. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أيضا، وهذا إعجاز: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم ثالث، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك بعد 4 أشهر و10 أيام، كل امرأة حامل تشعر بتحرك الولد لأنه نفخ فيه الروح، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بـ4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد.
فالأشياء التي أخبر عنها القرآن لا يمكن لبشر أن يأتي ويعرفها قبل 100 سنة، وليس قبل 15 قرن. كل شيء الله خلقه من زوجين اثنين، من أين عرف محمد هذه الناحية العلمية؟ لم يعرفوها إلا في القرون الحالية، في العصور الحالية. كل الكائنات الحية من ذكر وأنثى، أعضاء مذكر أعضاء مؤنثة، حتى النباتات زوجين اثنين، في أعضاء مذكرة في أعضاء مؤنثة، يلقح الهواء أيضا، أشار القرآن إلى هذا، ونسر الرياح لواقح، الغيوم تتلقح، ومن احتكاكها تحدث الصواعق وتحدث الشرارات الكهربائية الهائلة التي ثبت أنها تمزج الأوزون الموجود في الهواء مع الماء الذي ينزل فيستفيد منه النبات. من أين عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق العلمية؟ إذن القرآن معجز بلفظه ومعناه، ولذلك يشير القرآن هنا في هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر التفهم والتمعن. ولو كان من عند غير الله، يعني من صنع محمد، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا بينه وبين الواقع. لما يخبر القرآن عن شيء بيجي الواقع شيء آخر، لا، بيجي كما أخبر القرآن، لا يختلف. ولو وجدوا فيه اختلافا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا بينه وبين بعض، يناقض بعضه بعضا، كالقوانين التي يضعها البشر. يأتي المجرم من كثرة إجرامه واتصاله بالمحامين يعرف أكثر من المحامي، المادة الفلانية ممكن هاي تساعدني، بتذكر المحامي طلع لا هاي ما بتساعدك، ولا طيب شوف المادة الفلانية إيه هاي معلش، بناقض فيها مادة أخرى فيستطيع أن يخرجه من السجن مثل الشعرة بالعجين وهو مجرم. أما في كتاب الله ما في شيء، معنى يناقض معنى، كله يهدف، كل القرآن وكل تشريع الإسلام يهدف إلى حفظ أساسيات خمس، تسمى في العلماء يسمونها الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين. ما معنى حفظ الدين؟ دين الإنسان أي ما يعتقده ينبغي أن يحفظ له. نحن لا نكره لا نصراني ولا يهودي على أن يغير دينه، بس يتمسك في دينه صحيح، مو يقول أنه هو نصراني ثم يأتي فيقتل الناس، مو نصراني هذا. المسيح دعا إلى التسامح وإلى الحب وإلى الإخاء. فحفظ الدين هذا شيء أساسي لكل إنسان، دينه، حفظ النفس يعني روحه ما أحد يعتدي عليه، حفظ المال لأن المال عصب الحياة، إذا صار عدوان على المال فلا يوجد اقتصاد، يفسد الاقتصاد، حفظ النسل إذا هذا بده يعتدي على زوجة هذا وهذا بده يعتدي مثل ما يفعل هؤلاء المجرمون اليوم فيضيع النسل. وإذا كان الإنسان غير واثق من أن هذا الولد ولده، لماذا يتعب ويشقى حتى يطعمه؟ أبوه اللي بذل يطعميه. فتوجد تفككات في المجتمع، ولذلك المؤمن والمؤمنة يعلمون أن الولد مخلوق من قبلهم، من قبل الله تبارك وتعالى، من زوجها. فهذا حفظ النسل شيء أساسي. حفظ العقل، حرم الله الأفكار السخيفة والخرافات، لماذا حفاظا على العقل؟ فديننا كله مبني على العقل، أفلا تعقلون أفلا تبصرون. حرم الله الخمر، لماذا؟ حفاظا على العقل، لأن من شرب الخمر صار ما في عقل كالمجانين. ولهذا ما في شيء يختلف في القرآن في المعنى ولا في المبنى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا ثبت أن هذا القرآن من عند الله. تنتقل الآيات بعدها لتبين أن بعض الناس لا يطيعون القرآن في توجيهاته، ومن توجيهات القرآن هذه قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مو الجهل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: تنطق الرويبضة. ومن رويبضة؟ الذي لا يفقه، ما في عنده تخصص بالفقه ولا بالعلم، صار هو بده يفتي. وهذا نراه في عصرنا الحاضر، نجلس في مكان فيسأل أحد الأشخاص عن حكم شرعي، هذا يقول أرى فلان أرى كذا أرى كذا، من عنده بده يفتي. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في ديننا أن أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار، لأنه يكذب على الله يقول هذا حكمه كذا وليس حكمه كذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا لو ردوه الأمر الذي تنازعوا فيه أو اختلفوا
إلى الرسول لعلمه، لاستنبط حكمه من الذين، لعلمه الذين يستنبطونه منكم، العلماء المتخصصون يستنبطون حكمه من القرآن والسنة، فيعرفون أن نشر هذا الخبر أفضل أم كتمانه أفضل. وهكذا ضبط الإسلام المؤمن حتى لا يتبع الشيطان. ولذلك كانت خاتمة الآية: ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان. هذول الجهل بحسب حال العلماء بتبعوا الشيطان الذي يتولاهم بالتبعية ويقهرهم على التبعية والخضوع، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لكان المنافقون يؤثرون عليكم. هذا المراد بالشيطان، وتتبعونهم وتخافون من 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 إرهاصاتهم، ولكن المؤمن فضل الله عليه عظيم، لأنه مرتبط قلبا وقالبا بالله، وحريص على أن يستصدر ويأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يبتعد عن البلاء الجسيم الذي يقع بالمنافقين. الحمد لله رب العالمين.